روح اسكندريه سياده اللواء محمد الشريف سياده المحافظ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه، وسعيد بالمقدمه والعرض اللي قلته حضرتك، لان ده يعني انت بتدفعنا دفع للتخطيط وان احنا نكون مع المواطن. الحقيقه قبل ما ابدا اي كلام يعني، لا انا بقول ده توجيه سياده الرئيس، هايل يعني خففوا من على المواطن على قد ما تقدروا. هايل، ده كان يمكن احنا بعد ما حلفنا اليمين كان اول توجيه المواطن يعني كان الاهتمام الاول، وعشان كده احنا كل اللي بيحصل ده خدمه للمواطن. وقبل ما ابدا برضو حديث اوضح نقطه مهمه جدا، ان لازم الناس كلها تبقى عارفه ان المصالحات دي لخدمه المواطن وخدمه المرافق الخاصه بالمواطن، عشان تقدر الدوله تقدم له خدمه متميزه من ماء وكهرباء وصرف ورصف طرق. ده اللي احنا بنقصده من المصالحات اللي عاوزين نعملها لخدمه المواطن. القرار النهارده يا فندم، اولا انا بحيي حضرتك انه حيات حضرتك في البدايه، انه النهارده خدت قرار من 25 رفعنا الى 40%. هذا القرار بناء على لما حضرتك شفت في الشارع والناس ومطالب الناس، خفضوا لنا شويه؟ طبعا يا فندم، انا مشكل لجنه من متخصصين بتمر في المناطق كلها وفي الاحياء كلها، وبنتابع الموضوعات وبنتابع ردود الافعال وبنتابع الحاله الخاصه بالمواطن. وعاوز اقول لك يا احمد بيه، اسكندريه قلنا قبل كده عده مرات ان منطقه لها وضعيه خاصه ولها خصوصيه. احنا مختلفين عن كل المحافظات الاخرى، لان انا عندي المخالفات كلها واخده شكل راسي، بمعنى ان كلها عباره عن ابراج 20 دور و25 دور وفي المدينه، فهي ما عنديش مخالفات تعدي على اراضي زراعيه كتير او تعدي على املاك الدوله. هو موجود بالفعل، لكن معظم مخالفات عندي حاجتين: مخالفه قيود ارتفاع وتعدي على سطح التنظيم. عشان كده كلها متركزه في المدينه، سواء على مستوى غرب المدينه او شرق المدينه. ولذلك احنا لما بنتعامل مع شكل معين من المخالفات. واحنا لما حددنا القيم، كان في لجنه برضو متخصصه حددت كل القيم. انا مش ممكن الكورنيش يكون زي مناطق ابو قير او زي المناطق الداخليه، صح؟ لا، طبعا الوضع بيبقى مختلف. كويس. لكن انا بالقرار ده يعني الحمد لله كده نسبه 40%، فيعتبر نسبه كويسه جدا. والله لو وجدت ان الدنيا محتاجه او الناس محتاجه تخفيض اخر، هنعمله ان شاء الله، ومش هنتاخر عن اهلنا في محافظه حضرتك. بتقسم بالله لو الناس محتاجه اعمل تخفيض تاني؟ طبعا يا فندم، انا يا اخو احنا قاعدين لخدمه الناس. نعم، احنا كلنا قاعدين لخدمه الناس. احنا قاعدين في مكتبنا بنعمل ايه؟ لخدمه شعب مصر. وانا قاعد لخدمه شعب اسكندريه. طيب اهالي اسكندريه، لو حضرتك النهارده نقدر نقول بنديهم مثلا يومين ثلاثه كده ونشوف الدنيا ايه، ممكن اعمل تخفيض تاني لما انزل اشوف الشارع واشوف رد الفعل على 40%، ده ممكن وارد؟ اكيد طبعا. واحنا بنتابع، مش عاوز اقول لحضرتك. نعم. يا احمد بيه، احنا بنقيم الموقف كل ساعه وكل يوم هاي وعايشين فيه. احنا بنبدا دلوقتي من كتر بعد قرارات دوله رئيس مجلس الوزراء بالتخفيض وسعر المتر لغايه 50 جنيه في المناطق الريفيه والقرى. انا عندي النهارده يعني كم مصالحات غير عادي، ويوم الخميس برضه كان نفس الوضع، كم العدد من عدد غير عادي. وده اضطرني ان انا انشئ سرادق كبير جدا، حطيت تحتيه حوالي 400 كرسي، وعملنا مظله كبيره جدا عشان الناس تقعد تحتها عشان ينتظر دورهم، لان انا عندي الاعداد وصلت اعداد كتير. احنا انا هقول لحضرتك حاجه، نظرا لان احنا عندنا المخالفات بشكل رئيسي، عدد طلبات لغايه يوم الاربع اللي فات 3700 طلب. لا، امبارح بس كان عندي متقدم حوالي 1500. امبارح بس؟ ما طبعا الاقبال بدا يزيد. قرارات دوله رئيس مجلس الوزراء كان لها اثر السحر في نفوس الناس. الناس بامانه حست ان الدوله معاها، والدوله عاوزه تخفف عنهم. كويس. تخفف عليهم.
هايل. وعاوزه تساعدهم بكل صوره. الناس لازم تبقى فاهمه يعني ايه انا بقنن لك بيتك. عارف بقنن بيتك يعني ايه؟ بمعنى ان انا لو قاعد في منزلي وصادر له قرار ازاله بقعد مهدد. لكن لما يبقى المنزل مقنن وله شهاده صلاحيه وزي شهاده ترخيص الخاص بالسياره اصبحت انا يعني امن في بيتي. صحيح. عارف ان بيتي بدل ما كان يسوى 100,000 جنيه لا ده بيسوى 500,000 جنيه. النهارده لانه اصبح مقنن شرعا من جانب الدوله. هاي سيادة المحافظ امبارح دوله رئيس الوزراء اتكلم على خمسه من الخمسه اللي وصفهم كده الحيتان وقال ان احنا بدانا. ممكن نتكلم حكايتهم ايه؟ كم بنوا قد ايه؟ فين؟ كم برج؟ اللي دفعوا 1,000,000,000 جنيه تقريبا. بدايه احنا يعني بدون ذكر اسماء من غير عندنا اسماء عندنا حيتان كبيره جدا. وعندنا ناس دفعت جديد تصالح 200,000,000 جنيه. وفي ناس دفعت 100,000,000 وفي ناس دفعت 150. بيقص بيدفع مبلغ اول مثلا 100,000,000 وبيقص تباع على شكلين او ثلاثه على مدار السنه القادمه. وكانوا راضيين كل الرضا ومبسوطين. ليه؟ في بعضهم باني مثلا 15 برج ومنهم ابراج على الكورنيش. وعارف كم المخالفات اللي عليه قد ايه. لا سيادتك بتقول لي واحد منهم عنده 15 برج؟ في ناس عندها. عندي واحد عنده 23 برج. 23 في منطقه محدده كده. 23 برج واقل برج فيهم من 19 ل 20 دور. يا نهار ابيض. واحد بس يا فندم اسكندريه ده مقبوض عليه ولا هربان ولا هنا ولا فين؟ لا يا فندم محبوس. ايوه. وعلى ذمه النيابه العسكريه. ذمه النيابه العسكريه. 23 برج سيادة المحافظ معلش انا اسف. اول لحظه يا فندم. بناهم ازاي دول؟ بنيهم بتعدي على املاك الدوله وتعدي على ارض خاصه بالاوقاف. ايوه. واحنا كنا مجرد ما توليت المسؤوليه كنت رصده من منذ ان كنت مدير امن. ايوه. وتم ضبطه طبعا. طبعا طبعا معلومه موجوده يعني في عين حضرتك عليه. عين عليه. وتم ضبطه بالفعل وحاليا محبوس. ويعني ان شاء الله هيبقى في خير كتير باذن الله. ال 23 بناهم في الفتره من كام لكام؟ من امتى لامتى؟ بدأ من 2011. من 2011. وكان يعني راجل مش كويس وكان في ناس فاسدين. او بمعنى مرتشين. وكانوا بيقبلوا منه. وعشان كده كان بيتم وما فيش اي مساءلة. ولكن عقب توجيهات سيادة الرئيس بالاهتمام بهذه العشوائيات ولابد من تنفيذ قرارات الازاله يعني كان في اجراءات رادعه الحقيقه. توجيهات سياده الرئيس بحاله القضايا دي للنيابه العسكريه كان ليها مفعول السحر وكانت رادع قوي جدا لهؤلاء الفاسده. كانت قوه كبيره لينا احنا كمحافظه ومحليات وكمديريه امن. قوة ضاربة لصالحنا عشان نظبط بيها. أنا ممكن عارف لما بيدخل القضاء العادي على ما بتحكم وعلى ما بيتحبس وعلى ما المحامين بيتخرجوا بياخد أيام. لكن لا القضاء العسكري بيبقى فيه حسم وحزم. وده الأمر هام. ال 23 برج دول تقريبا يجيبوا كام فلوس تقريبا؟ ما عملتوش حسبة ليهم؟ لا هو عفوا ما فيش حسبة ليهم لكن هو طبعا يتجاوز المليار. يتجاوز المليار. طبعا. ثروته كام الراجل ده؟ ما فيش داعي يعني ايه احنا اهم حاجه ان هو مظبوط وتحت يد القضاء. ده المهم. دخل ميه وكهرباء وغاز وكده للابراج ديت؟ بمجرد ما توليت المسؤوليه تواصلت مع مدير شركة الغاز ومدير شركة الصرف الصحي وشركة الكهرباء ومنعت وصول أي حاجة لهذه الأبراج. نعم. طب الأبراج اللي على الكورنيش سيادتك بتقولي كمان في 11 برج على الكورنيش؟ لا في أبراج كتير على الكورنيش مش محددة يعني مش محددة.
لا مش محدده، وكل واحد ليه برجين ثلاثه من المقاولين الكبار جدا، واللي هم بامانه وصدق يعني راحوا سددوا جديد في صالح راضين تماما، وقالوا ابدوا استعداد انهم يكملوا الحاجه المطلوبه منهم بعد ما بتتحسب الحسابات كلها لكل المخالفات وقيمه هذه المخالفات. في لجنه كبرى عندي ولجنه عليا في المحافظه مشكله عشان تقدير قيمه هذه المخالفات، وبيبقى في مراجعه من الجهات كلها على اعمال هذه اللجنه، وده محل متابعه من جانب المحافظ بشكل مباشر. هل لو انا بتكلم النهارده على كام رقم اللي جمعناه لحد دلوقتي فلوس تقريبا؟ الرقم ممكن بعد ما نجمع بس كده نبقى نقوله، لكن دلوقتي مش هنقدر نحدد. لا ما واضح، بسم الله ما شاء الله عندنا دخل كويس في اسكندريه. اسكندريه فيها مخالفات كتير جدا، وعشان كده ممكن الحصيله تبقى فيها. انا يعني احب اطمنك اسكندريه رقم واحد على مستوى الجمهوريه في الحصيله دلوقتي ان شاء الله. في الحصيله لحد دلوقتي كم مخالفه سياده المحافظه عندنا في اسكندريه تقريبا؟ تقريبا لا انا ممكن اقول لحضرتك ان انا عندي من 2011 لغايه نهايه 2019 انا عندي 134,541 قرار ازاله. دول لو تنفذ منهم يا احمد بيه لغايه نهايه 2019 4080 قرار فقط لا غير. بس لكن اللي نفذناه من بعد توجيهات سياده الري من 1/1/20 لغايه النهارده احنا منفذين للفتره دي اكثر من 70%. ده بالاضافه ان احنا منفذين عاملين، انا انشات وحده اسمها وحده الازاله الفوريه. اللي او مجرد ما نعرف ان في حد بدا يخالف بتروح تزيل قبل ما يصدر قرار الازاله. الوحده دي منفذه في التسع شهور اللي فاتوا 1285 قرار ازاله. يعني قبل ما الشخص يفكر وقبل ما يبدا يبني ويطلع بدور مخالف بتشيلوه، بنروح نشيله له. قرارات سياده الرئيس ادتنا قوه غير عاديه يا احمد بيه. يعني ادتنا قوه، وحاله القضايا النيابه العسكريه خلت الناس بدات لا كل الدعم. لاول مره في تاريخ لاول مره في تاريخ محافظه اسكندريه ما تلاقيش واحد قادر يحط طوبه. ولا في مصر دلوقتي حد هيحط طوبه. اكيد في اجراءات رادعه عشوائيه. نعم. عشوائيه اللي احنا عشنا فيها سنوات. نعم. عاوزين بلدنا صحيح تبقى بلد حضاريه ومتطوره. سياده اللواء محمد شريف بشكرك شكرا جزيلا، محافظ الاسكندريه.